راشد، سراج، هل تسمعون صوت البكاء؟ بسمة، إنها تتعمد مضايقتي وإضحاك الآخرين علي. لن أمزح معها مرة أخرى. هذا سلوك خاطئ، وهو نوع من أنواع التنمر. ماذا تقصدين بكلامك؟ فعلاً، أنت شجاعة. لم أقصد شيئاً، لم أقل إلا ما رأيته أمامي. سنعلن الآن أسماء المرشحين للتمثيل في المسرحية. حين تظهر صديقتنا البقرة بسمة، تصفق لها بحرارة.